محمد هادي قالوا الحارس مرمى نتفقسي في اخر المباراه ضغط لكن ما نجحش في الانتصار اليوم. والله صحيح ضغطنا اخر المباراه مي ضيعنا برسك ضيعنا ماتش كامل دفقنا بريمير ميدو سيرتو بريمير ميدو ضيعناه من يدينا زي ميتون دخلنا ريتار شويه في الماتش عملنا علينا الريزلتا عكس طلع غال مش كاتب توا قدامنا كومبيتيسيون افريكان نهار السبت خموا فيها بالباهي وان شاء الله ربي يوفقنا ونحيوا العكس هذا ان شاء الله. ان شاء الله استمر الحناس لعبنا تسفيقسي شفنا ضغط في الفتره الاخيره في المباراه لكن تسفيقسي ما نجحش في الانتصار علاش؟ والله برشا حاجات زهر الكره ما تحبش تدخل راك شفت معناها عملنا ديما نعملوا دوزيام ميتون باهي لا غالب الاربيتر زاد ثم بينالتي ما شافهاش معناها ما نحبش نحكي على الاربيتر اما اخويا حاجه دي داخله في اللعبه نتاعنا انا كتشوف روتور كامل مزفرين 6 ولا 7 بينالتيات ثم زفرونا حتى بينالتي معناها الاربيتر كيف هكا اليوم معناها نعرفوا ماهر اربيتر باهي ما عاوناش الحقيقه اليوم جاي على ماتش نيول وخرج ماتش نيول نتاعو فهمت. مش نحكيو على الكومبيتيسيون افريكان نادي صفاقسي السبت هذا كونتر لاسيك ميموزا يعني مازال اللقب هذا اللي تامل جميع نادي صفاقسي في الفوز به. ايه بالطبيعه عارفين على شنو قادمين عارفين الماتش هذا مهم بالنسبه لنا احنا باش نفرحوا به جمهورنا اخر حاجه بقات لنا هي الكوب دافريكا هذه ان شاء الله بقدره ربي. هاك شفت معناها الماتش اللي فات ارتحنا جوارات والماتش هذا كيف للمسابقه هذيا معناها ان شاء الله ربي معنا ويوفقنا ربي ونفرحوا جمهور سياسي ان شاء الله. كي تشوف اليوم المقابله معناتها برشا ولاد معناتها فما حسابات الماتش تاع نهار السبت المقابله ماهيش باش تكون سهله ان شاء الله نحن نكونوا حاضرين كما لازم ان شاء الله نعملوا نتيجه ايجابيه قدام جمهورنا وفي الملعب تاعنا باش نمشيو لغاديك معناتها نكونوا مرتاحين وان شاء الله ربي معنا نطلب من الجمهور تاعنا باش يساندنا من كما ماتش العلمه وربي معنا. تي وسيم نحكيو على مباراة اليوم نادي صفاقسي شفنا في اخر ربع ساعة ضغط كبير من لاعبين نادي صفاقسي لكن سيسيس ما نجحش في الانتصار عليه. صحيح معناتها عملنا ميتون الاول خايب ميتون ميتون صلحنا روحنا جاتنا عديد الفرص ما عرفناش كيف نستغلوهم ان شاء الله معناها نصلحوا روحنا نقصتنا برشا خدمة قدام الكاج ان شاء الله الجاي خير وكهو. اي بيبليك سيسيس مباراة نهار السبت كونتر اسيك ميموسا ايش تنجم تقول بيبليك؟ معناتها ان شاء الله يكون معناتها حاضر كما بعدات غفيرة كما ماتش العلمة ان شاء الله يساندنا من الاول للاخر وان شاء الله نحن نكونوا في المستوى ونفرحوه.